رئيسي يوارثر في مسقط رأسه بمدينة مشهد. محكمة العدل الدولية تحدد موعد الحكم ضد إسرائيل. ونتنياهو يطلب العودة إلى طاولة التفاوض لاستعادة المحتجزين. البداية من طهران، حيث وارثر رئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين عقب مراسم تشييع استمرت يومين بعد مصرعهم في تحطم مروحية الأحد الماضي، في حين أعلن مجلس الأمن القومي دعمه للمكلف بالرئاسة محمد مخبر، إذ وصل جثمان رئيسي من طهران إلى مدينة برجند ونقل بعد ذلك إلى مسقط رأسه مدينة مشهد بمحافظة خراسان الجنوبية. كما أن مراسم تشييع عبد اللهيان أقيمت صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية بطهران بحضور وزراء الخارجية السابقين، على أن ينقل الجثمان بعد ذلك إلى مدينة الشهري جنوب العاصمة. وفي شأن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر حكمها الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة وتدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، فيما اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة المكتظة بالنازحين في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني. من قضية الإبادة إلى ملف المفاوضات بين حماس وإسرائيل، حيث طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة إلى طاولة التفاوض بعد يوم واحد من تهديد مصر بانسحابها الكامل من جهود الوساطة. وأكد مكتب نتنياهو في بيان أن حكومة الحرب طلبت من فريق التفاوض الإسرائيلي مواصلة المحادثات من أجل عودة المحتجزين حسب ما نقلت فرانس بريس. أتى ذلك بعدما أخفقت جولات تفاوض غير مباشرة استضافتها القاهرة قبل أسابيع في التواصل وصل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح أسرى بينهم عسكريون. وفي الملف الفلسطيني الإسرائيلي أيضا، بثت إسرائيل لقطات تظهر لحظة أسر مجندات في قاعدة عسكرية يوم 7 أكتوبر على أيدي مقاتلين من حماس، إلا أن بعض تلك الحسابات الحكومية الإسرائيلية نشرت مع الفيديو مزاعم مغلوطة مفادها أن المقاتلين الذين ظهروا في الفيديو صرخوا ها هن الفتيات اللواتي يستطعن الحمل، في إشارة ربما إلى أنهم سيغتصبونهن، في اتهامات كررها مرارا المسؤولون الإسرائيليون منذ 7 أكتوبر. أما مشاهد الفيديو فيمكنه أن يسمع أحد المسلحين قائلا هيهم الهمل، بمعنى ها هم الجبناء أو المتخاذلون. إلى الملف الروسي، وفي فصل جديد من فصول الفساد بين بعض المسؤولين العسكريين الروس، تم اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فاديم شامارين للتحقيق معه بتهمة الرشوة والتي يعاقب عليها القانون بالسجن 15 عاما وفقا لوكالة نوفوستي. يسبق شامارين نائبة وزير الثقافة السابقة أولغا ياريلوفا التي ألقي القبض عليها في إبريل 2023 بتهمة اختلاس أكثر من 2 مليون دولار، وقبلها حكم على وزير الاقتصاد السابق أليكسي أوليوكاييف بالسجن 8 سنوات لقبوله رشوة بقيمة 2 مليون دولار من أحد كبار مساعدي بوتين.